عيون حلوان الكبريتية أو الكبرتاج زي ما تعودنا طول عمرنا نقولها، فضلت سنوات طويلة بتعاني الإهمال والنسيان، رغم أنها من أهم العيون الكبريتية في العالم ومكان مهم جداً للاستشفاء من أمراض جلدية كتيرة. في أول يناير 2022 العيون دي عادت لها الحياة بقرار تسجيلها كأثر إسلامي وضمها لخطة التطوير اللي بتشرف عليها وزارة السياحة والآثار، وكمان تحويلها لمكان أثري وتاريخي وترفيهي زي ما كنا طول عمرنا بنشوفها زمان وقبل عشرات السنين. يعني العيون هترجع زي ما كانت، ومبنى فندق الكبرتاج وكمان أكشاك الاستشفاء والراحة وغرف الملابس والجناين الممتدة على مساحة 25 فدان هتدب فيها الحياة من تاني، وده بعد ترميمها وإزالة التعديات ورفع المخالفات وتطهير منابعها. بس التطوير ده مش هو حكايتنا النهاردة، واسمع مني، كتير مننا كانت الفسحة بالنسبة له إنه يروح حلوان. أيوة حلوان، مدينة كانت مليانة جناين ومناطق جميلة، بس خلينا دلوقتي في أهم مكان فيها، عيون حلوان. العيون دي موجودة من أيام جدودنا القدماء المصريين ومتسجل عنها كلام في حجر رشيد، وكان اسمها وقتها عين آن، وفي فترة من الفترات كانت عاصمة الحكم الإسلامي وعاش فيها عبد العزيز بن مروان لما هرب من الإقامة في الفسطاط خوفا من الطاعون اللي كان وقتها منتشر، والكلام ده سنة 690 ميلاديا، وفيها أسس حكومته وأنشأ الدواوين وأقام سكنات للجنود. بعد رحيل عبد العزيز بن مروان من مصر فضلت مهملة لحد عهد الخديوي عباس الأول، وتحديداً سنة 1849. وقتها الجيش كان معسكر بالقرب من حلوان، وبالصدفة اتصاب بعض الجنود بمرض الجرب، وفي يوم واحد من الجنود دول شاف عيون مية شكلها غريب وقريبة من المعسكر بتاعه، غسل إيديه ووشه بالمية دي وبدأ يشفى من المرض، خد منها كمية معاه وغسل كل جسمه وقال لزمايله عليها، والمفاجأة إن الكل شفي من مرض الجرب. وصلت الأخبار دي للخديوي، فبعت الجنود المصابين بالأمراض الجلدية والروماتيزمية لعيون حلوان، وانتشرت حكاية العيون اللي بتشفي الأمراض في حلوان، وبقت مزار مهم لكل اللي عايز يتعالج من الروماتيزم أو أي مرض جلدي. يعني العيون الكبريتية دي فضلت من وقتها بدون تطوير؟ هقول لحضراتكم، الدولة المصرية اهتمت جدا بالمكان ده، والخديوي إسماعيل بعت لجنة لدراسة المية، وبعد كده بنى منتجع سنة 1871 وبقت تحت إشراف أطباء متخصصين. اتطورت الحكاية جدا في عهد الخديوي عباس حلمي، وفي سنة 1899 تم افتتاح منتجع عيون حلوان الكبريتية بعد ما اتبنت مجموعة الحمامات اللي لسه موجودة لحد النهاردة، واتبنى كمان فندق للإقامة، وبقت مزار مهم جدا للسياح والمصريين كمان. بعد دراسات كتيرة عن المية بالعيون الكبريتية دي، قال العلماء إنها احتمال تكون اتكونت بالقرب من بركان خامد، وقالوا كمان إن المية في القاع شفافة وصافية، لكن عند وصولها لسطح الأرض المية دي بتتفاعل مع الهواء وبتتكون منها طبقة من الكبريت المخلوط بملح الكالسيوم، وإن المية دي من أغنى العناصر الطبية واللي بتساعد على شفاء الكتير من الأمراض زي الأمراض الجلدية والآلام الروماتيزمية والمفصلية وكمان أمراض الكبد، كمان بتعالج المسالك البولية، وإنها تصلح مشفى عالمي مفيش زيه في الدنيا. مصر مليانة بالكنوز، منها اللي مدفون في بطن الأرض ومنها اللي ظاهر وواضح للجميع زي عيون حلوان الكبريتية اللي قريب قوي هنحتفل بافتتاحها، واللي هتحول حلوان لمدينة شفاء عالمية. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل.